ما هو سبب الاختلالات في مستشفى الثورة بتعز؟ لماذا بات العديد من كوادر المستشفى خارج وظيفتهم؟ وما مدى صحة الاتهامات التي ترفعها النقابة ضد رئيس المستشفى؟ أهلا بكم. يشهد القطاع الصحي في تعز تحديات متعددة نتيجة الحرب والحصار التي تعيشها المدينة منذ 4 سنوات. ألاف الجرحى ومئات المعاقين وانتشار للأمراض والأوبئة المعدية، كل ذلك يحدث في تعز التي تعاني من الجميع. قيادة مستشفى الثورة تشكو من انقطاع الموازنة الحكومية منذ 2016 ومن قلة الدعم المقدم من المنظمات الإنسانية والدولية، لكن الناشطين وقيادات النقابية يقولون إن الفساد المالي والإداري في إدارة مستشفى هو السبب الأول لهذا المشهد المتدهور. كل هذا يحدث والسلطة المحلية في تعز والأجهزة الحكومية والرقابية التابعة لها في سبات عميق. تعز التي دفعت ثمن الحرية من عافيتها لم تجد من يضمد جراحها النازفة. المدينة التي قاومت الاجتياح وعانت من الحصار لأكثر من 4 سنوات لا شك أنها ستكون بحاجة لرفع مستوى الاستجابة الصحية لأبنائها الجرحى والمرضى. مستشفى الثورة بتعز، القلعة التي صمدت أثناء قصف ميليشيا الحوثي وصمدت أيضا وهي تداوي جرحى الحرب ومرضى المدينة من كل مكان، تتعرض هذه المؤسسة اليوم لتجريف منهجي واختلالات إدارية تكاد تعصف بهذا الصرح الطبي الأهم في المدينة. نقابات أطباء وإداريي المستشفى أصدروا بياناً يوضح أوجه الاختلالات التي تمارس في المستشفى، متهمين رئيس الهيئة أحمد أنعم بفصل وإقصاء عشرات الكوادر الطبية التي يحتاجها المشفى وتزعم لوبيات فساد مالي وإداري هناك. مصادر نقابية قالت لبلقيس إن قيادة المستشفى تجبر جرح الحرب العسكريين والمدنيين على دفع رسوم العمليات الطبية، وفي نفس الوقت تدرج أسماءهم في كشوفات إخلاء العهدة التي قدمتها الحكومة بمبلغ 360,000 دولار، والتي يفترض أن يعالج الجرحى لحسابها وحساب العديد من الجهات التي تقدم دعماً للمستشفى مثل مركز الملك سلمان ومنظمة أطباء بلا حدود وغيرها. نحن خرجنا اليوم بمسيرة من الجرحى إلى أمام الثورة وعملنا وقفة احتجاجية داخل الثورة، وقام الدكتور أحمد نعم بإخراج جميع الموظفين ضدنا واتهمون احنا بان احنا ميليشيات مسلحة. رئيس هيئة المستشفى الدكتور أحمد أنعم هاجم في مؤتمر صحفي قناة بلقيس على خلفية ما قال إنها تغطية متحيزة للاحتجاجات التي نظمها جرحى وموظفو المستشفى تنديدا بالاختلالات الحاصلة فيه، بالرغم من أن القناة غطت الفعالية وأتاحت لقيادة المستشفى الفرصة لتوضيح موقفها مما يحصل. الدكتور أنعم نفى في ذات المؤتمر الصحفي أن يكون للمستشفى موازنة حكومية أو أنه مارس أي نوع من الإقصاء بحق أحد كوادر المستشفى. أحمد أنعم طرد 19 واحد من الكوادر، جيبوا لي واحد، أنا مستعد أعطيكم الأرقام حق كل الأطباء الذين غادروا الهيئة، واتصلوا بهم أنتم كصحفيين وقولوا لهم لماذا خرجت من الهيئة. إنها واحدة من جوانب المعاناة التي تشهدها تعز، المدينة التي ترزح تحت حصار الحوثيين عسكرياً وتقاعس الشرعية والتحالف عن التحرير والدفع باتجاه تغيير هذا الوضع المزري، ناهيك عن سقوط الأحزاب والقيادات السياسية والعسكرية في مربع الانقسامات والصراعات الداخلية الضيقة. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلي عبر الأقمار الصناعية من تعز، ضيفي الأستاذ وليد الحميري نائب رئيس مستشفى الثورة من تعز. سنتحدث في هذه الحلقة حول الأوضاع هناك، إذا أرحب بك سيادة أستاذ وليد. أهلا وسهلا بك. أستاذ وليد. نعم، إذا كما قلنا المشاهدين الكرام ستكون هذه الحلقة مخصصة حول الأوضاع في مستشفى الثورة في تعز. هناك احتجاجات وهناك وقفات احتجاجية متباينة، كانت هناك قبل أيام وقفة احتجاجية تندد وتطالب بإقالة رئيس مستشفى أو رئيس هيئة مستشفى الثورة في تعز أحمد أنعم، وكذا كانت هناك وقفات بالعكس
تقف إلى جانب الكادر الإداري هناك وتقول أن هناك من يحاول التشهير ومهاجمة إدارة المستشفى ومنعها عن العمل بشكل صحيح. إذن ينضم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية من تعز نائب رئيس هيئة مستشفى الثورة الأستاذ وليد الحميري. أهلا بك سيد الحميري. أهلا عزيزي. حياكم الله. إذن أستاذ وليد، ما هي المشكلة، ما هي مشكلة مستشفى الثورة بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أشكر لقناة بلقيس هذه الإتاحة للتعبير عن هيئة مستشفى الثورة والحديث في موضوع هيئة مستشفى الثورة، لا سيما مع تصاعد الإشاعات والكلام عن المستشفى مؤخرا. في البدء لابد أن نوضح أن هيئة مستشفى الثورة منذ بدء الحرب لم تتوقف عن أداء خدماتها لمرضى وجرحى المحافظة. فمنذ بدء الحرب في 2015 عملت رئاسة الهيئة وكادرها على أن يؤدوا واجبهم الوظيفي والإنساني تجاه أبناء مدينتهم، وقدموا آلاف من الخدمات الطبية للمرضى والجرحى. هناك إحصائيات تشهد بأن المستشفى قد قدم لمواطني تعز كل ما يستطيع وبحسب الإمكانات المتاحة. طيب، يعني ما هي الإمكانات المتاحة إذن؟ ما الذي يمتلكه المستشفى من إمكانات وكيف يعمل الآن؟ يا عزيزي، طبعا كما تعرف أن مؤسسات الدولة منذ بدء الحرب تعرضت لكثير من الاستهدافات من ميليشيا الحوثي، وأيضا نزحت كثير من كوادر المؤسسات العامة ومن ضمنها هيئة مستشفى الثورة. نحن منذ عام 2015 يتحسن المستشفى تدريجيا في تقديم خدماته. مثلا في 2018 مؤخرا أجرى المستشفى حوالي 7000 عملية جراحية لجرحى الحرب مدنيين وعسكريين، وهذا الرقم يقول عنه الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة أن مستشفى الثورة قدم خدماته الطبية بما نسبته 50% مما قدمه القطاع الصحي في المحافظة، وهذا دليل كافي لنعرف أن هيئة مستشفى الثورة تقوم على واجبها في بأكمل وجه مطلوب. طيب، إلى الآن لم تجبني، أين يعني من أين يصرف المستشفى؟ كيف، من يمول ميزانية المستشفى؟ ما هي الإمكانات المتاحة لدى المستشفى للقيام بالعدد على العمليات الذي تحدثت عن 7000 عملية جراحية ولتغطية 50% من الاحتياج الصحي لمدينة تعز، حتى يتضح للرأي العام ظروف التي يعمل فيها المستشفى وكادره؟ بالنسبة لموازنة الهيئة، الهيئة لم تعزز بموازنتها منذ الربع الثالث من العام المالي 2016. الهيئة تقوم في تقديم خدماتها لمرضى وجرحى المحافظة على دعم منظمة أطباء بلا حدود لخدمات الطوارئ، ابتداء من استقبال المريض في مركز الطوارئ الجراحي وحتى إجراء العملية والرقود إلى أن يتم قطع تذكرة الخروج. كما أن المستشفى يتلقى دعما من مركز سلمان بالأدوية والمستلزمات الطبية فقط، وليس كما يشاع أن مركز الملك سلمان يعطي أو يدفع للمستشفى مبالغ مالية. ماذا عن رواتب الموظفين؟ يعني الآن نتحدث عن خدمات الطوارئ يقدمها، يعني تدعمها منظمة أطباء بلا حدود، كيف يغطي المستشفى بقية مرافقه؟ خدم المستشفى بدرجة أولى يعمل في الأقسام الجراحية، وهو المفترض
وهو ما يفترض أن تكون عليه الهيئة، لأن الهيئة تعني أن تتحول إلى مراكز جراحية في التخصصات المختلفة. يعني المستشفى حاليا يعمل في كل الأقسام الجراحية، في جراحة المخ والأعصاب، في جراحة العظام، في جراحة العيون، في جراحة الأوعية الدموية، في الجراحة العامة، في جراحة المسالك البولية، في كل تخصصات الجراحة. وكيف يغطي تكاليف الموظفين؟ كيف يدفع رواتب الأطباء وبقية والممرضين والموظفين الإداريين؟ بالنسبة لرواتب الموظفين، فمؤسسة هيئة مستشفى الثورة كغيرها من مؤسسات الدولة تتلقى الرواتب من الحكومة اليمنية. أنت ربما تتحدث عن الحوافز التي تدفع في ظل هذه الظروف الاستثنائية. أقول أن 147 موظف يتلقى حوافز من منظمة الأطباء بلا حدود، أيضا جزء من الكادر يتلقى حوافز من مركز ضمن مركز المركز الجراحي في حال دعمت الحكومة. يعني الحكومة اليمنية حوالي لثلاث مرات دعمت مركز الطوارئ الجراحي، المركز الجراحي، وهذا كل ما تلقاه الكادر. أيضا في هناك نقطة مهمة لابد أن أشير لها، أن هناك جزء من الكادر لا يتلقون حوافز من منظمة الأطباء بلا حدود والمركز أو المركز الجراحي. هؤلاء يتم تجميع، أو الموظفين الذين لهم حوافز هم من يساعدوا زملائهم في دفع أقساط معينة لسداد حوافز هؤلاء الذين لا يستلمون من حوافز المنظمات. طيب، سمعنا هذه الآلية حول آلية عمل المستشفى داخليا. دعنا الآن نستمع لأحد الجرحى الذين لديهم يعني مطالب تجاه المستشفى. ينضم لنا أحد الجرحى، محمد الفقيه من تعز، عبر الهاتف. أرحب بك سيد الفقيه. ما هي قضيتكم أنتم كجرحى مع مستشفى الثورة، أو بالأصح مع إدارة أو رئاسة هيئة المستشفى؟ السلام عليكم، سعد مساك اخي الحبيب. اول شيء نحن كجرحى او كابناء الجيش الوطني الذين قاوموا وصمدوا في مدينه تعز وضحوا بدمائهم واجسادهم، فمنا من هو جريح ومنا من هو شهيد، لاجل ان نستعيد مؤسسات دوله كانت ميليشيات الحوثي قد اغتصبتها. فيعني كانت مطالبنا واضحة، هي أن معالجة الجرحى المدنيين والعسكريين مجانا، توفير كوادر طبية متخصصة، فتح الأقسام المغلقة، وتوفير وإعادة الكوادر التي كانت تعمل في تلك الأقسام. وكذلك مطالبنا العمل بالتوصيات ملف اللجنة التي شكلها المحافظ السابق أمين محمود بحول ملف فساد مستشفى الثورة. نحن ليس بيننا عداء وبين الإدارة، وليس بيننا خلاف، وليس بيننا أرض حتى نتعادى نحن وهم. نحن بيننا وبينهم مجرد فساد انتشر يعني واستحوذ على مستشفى الثورة بشكل عام. ما هي مظاهر هذا الفساد الذي تتحدث عنه؟ مظاهر تلك الفساد أخي العزيز هو عملية دفع يعني دفع الجرحى مبالغ مالية مقابل العمليات ومقابل الفحوصات المخبرية. كذلك أخي العزيز، من تلك الفساد أن مركز الملك سلمان قام بفتح مركز العظام ودعمه ب$2 مليون، ويعني كان يجب عمل العمليات مجانية، وقامت الحكومة بالعقد المتفق ما بين مركز الملك سلمان وبين الحكومة أن يكون التأثيث عن طريق مركز الملك سلمان والدعم المالي عن طريق الحكومة. طيب، دعنا نقف عند هذه النقطة. $360,000 سيد الفقيه، دعنا نقف عند هذه النقطة، مسألة $2 مليون. أعود إليك سيد الحميري، نائب رئيس هيئة مستشفى الثورة في تعز. إذا سمعت ما الذي تحدث به الجريح محمد الفقيه، يتحدث عن دعم خاص جاء للمستشفى من قبل مركز الملك سلمان بقيمة $2 مليون. هناك اتهامات أخرى أو أحاديث ومطالب أخرى، دعنا نركز الحديث الآن حول هذه النقطة، كيف ترد عليها؟
الأخ محمد الفقيه من ضمن الجرحى الذين أجريت لهم عمليات جراحية في المستشفى مجانا. الأخ محمد الفقيه يتحدث عكس ما كان يقول عن المستشفى. بالأمس القريب تحدث الأخ محمد الفقيه أن المستشفى يقدم خدماته كما لم يقدمها من قبل، وأنه يغطي احتياجات طيب المدينة أكثر. دعني الآن من 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 محمد الفقيه كجريح. دعني الآن من محمد الفقيه كجريح ولنركز على المعلومة التي قالها. هل هي المعلومة صحيحة أم لا؟ يا عزيزي أنا أتحدث في هذا الموضوع أيضا. الأخ محمد الفقيه يتنكر لما قدمه هيئة مستشفى الثورة من خلال ما ينشر ومن خلال ما يقول. أقول أن الأخ محمد الفقيه يقول أن مركز الملك سلمان دعم هيئة مستشفى الثورة بتجهيز مركز العظام. نعم، المركز الملك سلمان قدم لهيئة مستشفى الثورة تجهيز كامل لمركز العظام، ومركز العظام يعمل منذ بدء تجهيزه بدعم الحكومة وبغير دعم الحكومة. في حال دعم الحكومة يقدم خدماته مجانا، وفي حال لم تدعم الحكومة يقدم خدماته أيضا مجانا أو برسوم رمزية هي مقررة في لائحة المستشفى. ما هو مستوى هذه الرسوم الرمزية سيد الحميري؟ يا عزيزي، رسوم هيئة مستشفى الثورة لم تقرها رئاسة الهيئة ولم يقرها رئيس الهيئة الدكتور أحمد عبد الله أنعم. رسوم الخدمات في الهيئة أقرها بالقرار إنشاء الهيئة، وأقرتها أو صادقت عليها أو حددتها مجلس الإدارة الذي يضم عدد من المسؤولين في المحافظة، مدير المالية في المحافظة، عميد كلية الطب، رئيس الهيئة، مندوب عن المحافظة، كل أو أغلب المكاتب التنفيذية في المحافظة هي عضوة في مجلس الإدارة. طيب، هل من مشكلة في تحديد هذه أو إعلان هذه الرسوم الرمزية تتراوح بين كم وكم؟ هي لائحة مالية يا عزيزي، لا يمكن أن أحددها في مبالغ معينة، لكن عموما أنا أقول أن هذه الرسوم هي رسوم رمزية تكاد لا تصل في المجمل في نهاية العام إلى بضعة ملايين. فهي رسوم مخفضة جدا، قد خفضت من مجلس الإدارة لأكثر من مرة، إضافة إلى أن هناك إجراءات تسمح بالإعفاءات وتسمح بتخفيض الرسوم في حال وجود مواطنين لا يستطيعون دفع هذه المبالغ. طيب، سمعنا تعقيبك على هذه النقطة. أعود إلى الجريح محمد الفقيه، أكمل ما لديك سيد محمد. سيدي العزيز، طبعا ما بدخلش مع الأخ وليد إنه سويتوا عمليات مع عمليات والخبر هذا. نحن دافعنا عن مستشفى الثورة وأردنا أن يكون مستشفى الثورة المستشفى المثالي في محافظة تعز، كونه أكبر صرح طبي متواجد في تعز أو بشكل عام في المناطق المحررة. أكبر صرح طبي متواجد هو هيئة مستشفى الثورة. اليوم أصبح مستشفى الثورة مقزم إلى قسم عظام فقط. نحن خرجنا من أجل المريض الذي يعني إذا مرض أو إذا حدث له شيء لا أعرف إلى أين يذهب، إلى مستشفى خاص. أخو الجريح الذي يحتاج قسم أنف وأذن وحنجرة أين يذهب؟ إلى مستشفى خاص، بينما قسم الأنف وأذن وحنجرة مغلق ويستطيع الدكتور أحمد العام إيجاد الإخصائيين من تحت الأرض. هناك ميزانية وهناك أموال يستطيع أحمد العام فيها قلب أخصائيين حتى من الخارج. لا، أنا كجريح وأحد عضو رابطة الجرحى خرجت باسمي وخرج البعض الجرحى باسمين الشخصي وليس باسم الرابطة. تلقينا شكاوي من جرحى بمركز العظام عن فرض رسوم عن بعض الحالات وقطع سندات واحتسابها ضمن كشوفات الحالات المجانية التي عولجت بالمركز. وهناك يا أخي العزيز، ما بين المرحلة الأولى والثانية للمركز كانت تجرى عمليات الجرحى برسوم، رغم أن الصفائح والمسامير وكل المستلزمات الطبية مقدم مركز الملك سلمان للإغاثة مجانا، ولم يتم مراعاة وضع الجرحى حتى برسوم رمزية، وذلك بعبر أن المركز بدون ميزانية. أخي العزيز، من ضمن المشاكل التي تلقيناها
كان يتم فرض رسوم على بعض الجرحى عند طلب التقارير. هذه برضو نقطة مهمة جدا، أن التقارير لا يعني أي جريح أو مريض لا يتم قطع التقرير إلا بمبالغ مالية، واليوم وصل التقرير إلى 5000 ريال. فرض رسوم على عمليات تدعمها منظمات أطباء بلا حدود مجانا حسب اتفاقيتها مع المستشفى الثورة، مثل إخراج جهاز التثبيت الخارجي اللي هو الإكس فيكس. كان بإمكان فتح قسم المخ والأعصاب ضمن المركز الجراحي واستغلال الكادر المتخصص المتواجد وإضافة خدمة طبية نوعية بهذا المجال المطلوب للمركز والجراحة، لكن تم الاهتمام والاحتكار أغلب الدعم لمركز العظام بدون بقية الأقسام، وهذا ما ظهر الهيئة أنها مخزنة فقط نفس ما ذكرت في السابق. أخي العزيز، اليوم أصبح المريض الذي في الجيش، المريض المرابط في الجبهات، يحتاج إلى قسم باطنية. اليوم قسم الباطنية مغلق. كما أريد أن أذكر الأخ وليد الحميري، في عام 2015 و2016 كانت الهيئة متواجدة بجميع أخصائها وأغلب أقسامها. كان متواجد الدكتور أبو ذر الجندي أخصائي الأوعية الدموية والقلب، كان متواجد الدكتور نبيل العديني الذي تم يعني اضطهاده حتى غادر من مدينة تعز ومن اليمن بأسرها. اليوم يتواجد دكتور أخصائي وحيد للمسالك البولية والكلى في مستشفى الثورة الدكتور سند، ويتم مضايقته وعما قريب ربما قد يذهب من المستشفى. أصبح المستشفى مجرد قسم عظام، وهذه هي المشكلة التي يعني خرجنا من أجلها واعتصمنا الآن بالخيمة التي بجانب مستشفى الثورة. أشكرك محمد الفقي أحد الجرحى، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. بالعودة إليك سيد الحميري، سمعت المقطع الآخر أو الثاني من مداخلة ضيفي محمد الفقي فيما يتعلق بأن المستشفى أصبح خاصا بالعظام كما يفهم من، وهناك مطالب لفتح يعني أقسام أخرى. هل هذا ما يحدث؟ لماذا لا يتم فتح هذه الأقسام الأخرى إذا كان هناك احتياج صحي، وأنت كما تقول أن المستشفى يغطي 50% من القطاع الصحي بتعز؟ دعني أركز على موضوع منظمة الأطباء بلا حدود وأن المستشفى يجري عمليات برسوم في ظل دعم منظمة الأطباء بلا حدود. ليعلم الأخ محمد الفقيه وليعلم كل من يتابع أن منظمة أطباء بلا حدود تعمل في تعز من داخل مستشفى الثورة، ولديها فريق كبير للمتابعة والتقييم، فهذا الكلام غير صحيح ولا يمكن يرد، لأن منظمة أطباء بلا حدود وهي منظمة عالمية تعمل من داخل مستشفى الثورة ومتواجدة في مستشفى الثورة. بالنسبة لما تحدث عنه من فساد وما إلى ذلك، فهذا الكلام مدحوض ومرفوض، ونعتبره تشهير بالهيئة بمؤسسة عامة يفترض أن يكون الجميع في إسنادها. من لديه أوراق فساد أو ملفات فساد يمكن أن يتقدم بها إلى الجهات المختصة، لا أن يشهر بمؤسسة حكومية عامة. أقول أنها قدمت ما لم يقدمه كثير من مستشفيات تعز المدعومة من مركز سلمان والتي ظهر فسادها. أما بالنسبة لقسم الباطنية وموضوع افتتاحه ما إلى ذلك، فقسم الباطنية يعمل أيضا بدعم من منظمة الأطباء بلا حدود في جانب الطوارئ. أما في الجوانب الأخرى فنعود ونكرر أن الهيئة عبارة عن مراكز جراحية كما يتطلبه الوضع الاستثنائي لمدينتنا تعز في ظل حرب شعواء وحصار مفروض عليها. فما تحتاجه مدينتنا في هذه الظروف الاستثنائية هو أن يكون المستشفى بصفته هيئة مستشفى جراحي، وكل الأقسام الجراحية كل الأقسام، ليس مركز جراحة العظام كما يدعي، لأن 7000 عملية مستحيل أن تكون في تخصص واحد. أيضا بإمكانكم العودة إلى مكتب الصحة أو إلى هيئة مستشفى الثورة لأخذ الإحصاءات لتتأكدوا بأنفسكم أن هذه العمليات التي تقدر 7000 عملية هي في جميع التخصصات. هناك نقطة مهمة لابد أن أشير إليها، موضوع الكادر ونزوحه أو خروجه من المستشفى، هذا موضوع قد تكرر في أكثر من وقت، وأنا أجمله بكلمتين.
أن المستشفى كان في مرحلة معينة كان يدعم من الهلال الأحمر القطري، وعندما غادر الهلال الأحمر القطري من الهيئة وتوقف دعمه غادر معه كثير من الأطباء بحثا عن الرزق، بحثا عن العائد المادي، وهذا لا يعيب الكادر الذي نزح. عموما المستشفى يعني يعمل انت تتحدث بكل أقسامه بكل سيد الحميري، لان هناك اتهامات باستبعاد هؤلاء الأطباء، انت تتحدث على عنهم، تتحدث على انهم لم تمارس ضدهم التعسفات كما ترفع او كما رفعت الكثير من اليافظات امام في اثناء الاحتجاجات امام المستشفى. يا عزيزي، أتصور أو أعتقد وأتابع أن قناة بلقيس تركز على جانب واحد بالنسبة لهيئة مستشفى الثورة. كادر مستشفى الثورة خرج أكثر من مرة باحتجاج ضد التشهير والإساءة بالهيئة وكادرها. كل الكادر خرج في احتجاج ضد هذه الحملة الشرسة ضد الهيئة، ووقعوا على من رفع يافطات التشهير بالمؤسسة. 4 أو 5 فقط من الهيئة هم الذين يثيرون هذه البلبلة، مع 4 معروفين ولهم سوابق. الأخ صلاح النعمان مع الأخ عيدروس لهم سابقة في المستشفى، إذ تهجموا علينا في المستشفى، وكان من الإخوة الآن المحتجين حاليا موجودين معنا في المستشفى. وصلاح النعمان وعيدروس النقيب لهما سوابق، وقد نهب سيارة المستشفى من داخل المستشفى. طبعا هذه الاتهامات أن تتحمل مسؤوليتها سيد وليد ضد المستشفى الحميري. كيف لناهب أن يدعي أنه مكافح فساد؟ تفضل أكمل، لكن مع مراعاة أنك يعني في نهاية المطاف القناة أتاحت لكم يعني بحق التعبير، أتاحت القناة هذه الفرصة للتعبير عن وجهة نظرتكم وللرد على الاتهامات التي يوجهها الناس. القناة لا توجه الاتهامات، بل تنقل هذه الاتهامات التي يعني نقلناها من تعز وليس من أي مكان آخر. يا عزيزي، كقناة وكوسيلة إعلامية يفترض بها أن تكون حصيفة. أنا أقول أن هيئة مستشفى الثورة ومكتب الصحة الممثل الوحيد في المدينة أو في المحافظة رسميا لقطاع الصحة قد طيب. عقد سيد الحميري، أنت الآن نائب، وأوضح أنت كل الآن شيء. نائب رئيس هيئة مستشفى الثورة وتعبر عن وجهة نظرها، أليس كذلك؟ عن وجهة نظر المستشفى، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ تفضل. يا عزيزي أنا أقول أن مكتب الصحة وهيئة مستشفى الثورة قد عقد مؤتمرا صحفي وأوضح فيها كل ونقلناه شيء في القناة. كان يفترض والقناة أن تنتهي أيضا هذه ذلك. الحملة عند هذا الحد. نعم أنا أقول كثير من مما يعرض في شاشة القناة هي الاحتجاجات 4 أو 5 أمام المستشفى، في حين لم يعرض احتجاج الكادر داخل المستشفى. عرض ذلك في خبر، واستضفناك أنت شخصيا في نشرة أخبار، وكنت أنا مقدم النشرة في ذلك اليوم. على كل حال أشكرك أستاذ وليد الحميري، ولم يتح لي وقتا كافيا، نائب رئيس هيئة مستشفى الثورة في تعز، كنت معنا من هناك. أرحب بمن ينضم إلينا الآن، إبراهيم الفقيه أحد جرحى لواء 22 أيضا عبر الهاتف من تعز، أو عفوا مندوب جرحى اللواء 22 من تعز. ما هي أبرز النقاط التي يعني ترفعونها سيد الفقيه في سياق التعامل مع هذا، مع يعني الوضع والوقفات الاحتجاجية في بخصوص هيئة مستشفى الثورة بتعز؟ أخي الكريم، ليس لنا دخل بخلافات الإدارية في المستشفى. نحن كمندوبين يهمنا الجرحى في المستشفى، يعطوا لهم الخدمات الطبية حسب الإمكانيات. وكيف وجدتم تعامل المستشفى إذن؟ يتعاملوا معنا حسب الإمكانيات اللي لديهم. إذا وجد دعم قاطع، وإذا لم يجدوا دعم
اخذوا مبالغ بسيطه في الحالات المبرمجه. حدود يقومون الحالات العمليات المجانيه لان اطباء الحدود يتضمن من حيث العلاجات وحيث العمليات. استاذ وليد، عفوا استاذ ابراهيم، كان هناك تقطع في الصوت، هلا اعدت بشكل واضح كيف وجدتم تعامل هيئه مستشفى الثوره مع الجرحى، خصوصا وانت مندوب جرحى اللواء 22؟ المستشفى تتعامل معنا على حسب الامكانيات الموجوده لديها. واذا وجد داء عملت عمليه مجانيه، واذا لم يوجد داء تعمل عمليه باسعار من مبالغ بسيطه. العمليه المبرمجه، العمليه التي تكون مبرمجه قديمه وليست عاديه، اما العمليه الاسعافيه فانها تقوم باستقبال الطوارئ لان اطباء الحدود يتكفل بذلك. طيب اذا يعني ال 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 الهيئه، اذا هناك الكثير من، لان هناك انتقادات تتم رفعها تجاه الهيئة، وسيكون معنا بعد قليل دكتور أسمهان علي من النقابة للحديث عن هذه الانتقادات، لكن في هذا السياق بالنسبة لتعامل، ما هي الآلية التي يتم التعامل فيها مع الجرحى؟ ما هي الطريقة، يعني كيف يتم استقبالهم؟ ما هي الطريقة التي يتم فيها يعني التعامل معهم في هذا السياق؟ عندما فتح مركز سلمان للعظام لاستقبال الحالات البارده كان يتواصل معنا الدكتور احمد العام، ومن ثم تم مقابله الجرحى عندما فتحوا سيد ابراهيم. نعم، اذا لان هناك يعني في هناك تقطع في الصوت، على كل حال أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، سنحاول بالأصح إصلاح الصوت. إلى حين ذلك سأرحب بضيفتي الأخرى من تعز أيضا التي تنضم إلينا من هناك، الدكتورة أسمهان علي محمد، وهي عضو نقابة المهن الفنية وعضو هيئة مستشفى الثورة من تعز عبر الأقمار الصناعية. دكتورة أسمهان، هل تسمعيني؟ دكتورة أسمهان، دكتورة أسمهان، يبدو أن هناك خلل في التواصل من تعز إلى الآن، سنحاول العمل على يعني على حل هذه الإشكالية. إلى حين ذلك كان قبل قليل متواجد معنا الأستاذ وليد الحميري نائب رئيس هيئة مستشفى الثورة، تحدث على أن المستشفى يعمل بأقصى قدرة له في سياق الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تعز، ويتحدث على أن المستشفى يركز على الجانب الجراحي الآن بسبب هذا الوضع الاستثنائي، ويقول أن هناك من يصرح من ضمن يعني المكاتب الصحية في المحافظة على أن 50% من القطاع الصحي بتعز يتحمله مستشفى الثورة بتعز بالتحديد. هل إذا أرحب بمن ينضم إلينا الآن من هناك، الدكتورة أسمهان علي. دكتورة، هل تسمعين؟ دكتورة أسمهان، دكتورة أسمهان، نعم نعم نعم، الصوت واضح؟ نعم. إذا أرحب بك دكتورة أسمهان علي، وأنت عضو نقابة المهن الفنية وهيئة مستشفى الثورة من تعز. بداية حدثينا عما يحدث، ما هي النقاط التي ترفعونها في سياق التعامل مع رئيس المستشفى دكتور أحمد أنعم وهيئة وكادر الإداري للمستشفى؟ مساكم بالخير، مساء قناة بلقيس، وأشكر اهتمامكم بقضايا المواطنين في تعز كافة وقضايا أكبر مرفق طبي في تعز وهو هيئة مستشفى الثورة العام تعز.
حقيقة الاختلالات في هيئة مستشفى الثور العام اختلالات عميقة جدا، اختلالات كبيرة أصبح السكوت عنها غير لائق من الجميع. الاختلالات الحادثة في هيئة مستشفى الثور العام اختلالات إدارية متمثلة في أن الدكتور أحمد أنعم أصبح يدير الهيئة بشكل فردي وبصورة فردية، فقد أبطل عمل مجلس إدارة الهيئة وأصبح يتخذ القرارات بصورة فردية، وعلى الجميع تطبيق هذه القرارات فقط دون أي مناقشة أو جدل. طبعا إلى يومنا هذا ما زال مستشفى الثورة مغلق نتيجة الاشتباكات اللي حصلت لدى البوابة. هذا مع وأنتم تعلمون أننا صمدنا في هيئة مستشفى الثورة والقذائف تتنهال علينا من الحوثي، قذائف ثقيلة، ويعلم الجميع أننا صمدنا ولم نغلق أبواب المستشفى في وجه أحد. اليوم مجرد اشتباكات عند البوابة حدثت، أغلق المستشفى رغم اتفاقه اليوم مع السلطة المحلية بأن يبدأ العمل ويعيد العمل في المرفق، إلا أن المرفق ما زال مغلق ما عدا الطوارئ الباطني والطوارئ الجراحي الذي يستقبل الحالات الطارئة فقط. الخلل الإداري في هيئة مستشفى الثورة العام أكيد أنه يصحبه خلل مالي. المستشفى لا يمتلك لائحة تنظيمية، المستشفى لا يمتلك لائحة مالية. قام الدكتور أحمد أنعم بعمل لائحة مالية له، حدد فيها الأسعار كما يشاء، وهذه طبعا مخالفة جسيمة تعتبر، لأنه أي تغيير في أسعار هيئة مستشفى الثورة يجب العودة إلى مجلس النواب أو يجب العودة إلى الوزارة العليا في حالة تعطيل مجلس النواب. لا أدري ما الذي استند إليه لعمل لائحة أسعار والأسعار بالكيفية التي تناسبه. عمليات العظام طبعا أسعارها باهظة، والعمليات الأخرى أسعارها منخفضة. أيضا الاختلالات المالية التي حاصلة في مستشفى الثورة وصلت ذروتها حين يأتي الجريح يدفع مبالغ مالية بحجة أنه لا يمتلك ميزانية. أقول للدكتور أحمد أنعم، ماذا تعني الميزانية؟ أليست الميزانية رواتب؟ والشرعية الحمد لله الآن تكفلت لنا بالرواتب، بدأت الرواتب تنتظم نوعا ما. أليست الميزانية حوافز؟ الحوافز أنتم تتلقون. طيب أنت تتحدثين أو أحيانا دكتورة أسمهان، أنت تتحدثين على أنه نوعا ما، لكن في نهاية المطاف هناك الكثير من الأوقات، وكما قال السيد الحميري على أنه إذا كان هناك دعم حكومي فليس هناك رسوم في الغالب، وإذا حصل وتم تحديد رسوم ففي ذلك الوقت تكون هذه الرسوم رمزية. دكتور أسمهان، أخي عندما تدفع الجريح 100,000 ريال، هل تعتقد أن هذا مبلغ صغير أن تدفع الجريح 100,000 وجريح يدفعه 150,000؟ هذه المبالغ كبيرة جدا مقارنة بالذي كان يدفعه الناس قبل الحرب. اللائحات القديمة قلت لك هذه لائحة وضعها الدكتور أحمد أنعم، 100,000 و150,000 مبالغ كبيرة ليست صغيرة. طيب يجدر الإشارة أيضا إلى أن السيد الحميري تحدث على أن اللائحة حددها لم يحددها شخص واحد، وإنما حددها مجلس إدارة هيئة مستشفى الثورة. أي مجلس هذا اللي حددها؟ متى اجتمع؟ مجلس الإدارة معطل، مجلس الإدارة معطل، لم يجتمع مجلس الإدارة ولم يحدد أي لائحة. كيف حدده؟ ومين اجتمع؟ متى؟ دكتورة أسمهان هل رفعت الصوت؟ حتى هو قلت لك اللائحة المالية لا، اللائحة متى اجتمع مجلس الإدارة ليقوم بعمل لائحة؟ متى اجتمع؟ ولا يحق لأحد تغيير اللائحة المالية السابقة إلا بالعودة إلى مجلس النواب. هذه هيئة وليست مستشفى عادية. طيب في نقاط أخرى أيضا، هناك حديث على أن نقابة تشتكي من تعسف رئيس مستشفى وممارسة إقصاء بحق كوادر كفاءة، لكن من خلال تصريحات لرئيس هيئة مستشفى الثورة يقول فيها أن اسألوا من خرج من هؤلاء الكوادر، ليس هناك من أبعد وإنما خرجوا بمحض إرادتهم. يقول والله كان سابق يعمل، بأبرز مثال
الدكتور عبد الباسط سلام الذي كان نائب للدكتور أحمد أنعم، وهو جراح كبير وكان من الصامدين في 2015-2016 وقد غادر اليوم. أين الدكتور عبد الباسط سلام؟ أين الدكتور أبو ذر؟ أين الدكتور مؤمن المخلافي؟ أين الدكتور عبد الكافي شمسان؟ أين الدكتورة أنيسة دائل؟ أين الدكتورة ابتسام دائل؟ أين الدكتور أحمد عبد فرحان؟ أين 8 أطباء دكاترة في العناية المركزة؟ أين المخدرين السابقين الذين عملوا؟ كل معظم الكادر غادر هيئة مستشفى الثورة العام، أصبحوا والموجودين يعملون تحت طائلة الدكتور أحمد أنعام ومتوقعين أن يغادروا بأي وقت، مثل الدكتور سند طاهر، الدكتور مالك النقيب، وأي دكتور لن يرضى بهذا التعامل وبهذا الصلف الذي يتعامل به رئيس هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور أحمد أنعام، أضف إلى استبعاد الناس ومعاقبتهم نتيجة مواقفهم كالدكتور سامي النقيب عضو اللجنة النقابية للأطباء الذي أبعده من أطباء بلا حدود، أضف إلى الدكتور ياسر مارش، أضف إلى الدكتور أحمد الدميني هذا الشاب الرائع الذي أنقذ تعز في 2015-2016 والذي لا يطالب بشيء غير إنصاف الكادر وقدم استقالة مبررة، وعندما قدمت استقالته قبلها فورا دون أي نقاش، مع أنه استقالته مبررة كان يجب أن يناقش موضوع الاستقالة ولماذا استقال الدكتور أحمد الدميني. الحقيقة تم الاستغناء عنه بصلف يعني وبأسلوب غريب يعني وبنكران. طيب قد أشرت دكتورة أسماء في صفحتك على الفيسبوك على أن هناك كان اجتماع للمحافظة لوكلاء المحافظة برئاسة هيئة مستشفى الثورة، هذا الاجتماع نتج عنه مما نتج عن يعني مما خلص إليه التنسيق مع إدارة عام الشرطة في ترتيب حراسة بوابة المستشفى، كذلك عودة المستشفى وجميع أقسامها لمزاولة العمل حرصا للمصلحة العامة. النقطة الثالثة يتم إعادة ترتيب العمل وتوزيع المهام في أقسام المستشفى، والنقطة الرابعة العمل بما ورد في فحوى التقرير الذي خرجت به اللجنة المشكلة من قبل محافظ تعز السابق. كيف ترين ما خلص إليه هذا الاجتماع بحسب مكتب إعلام محافظة تعز؟ الحقيقة المخرجات جميلة لا عليها غبار، واحنا منتظرين كنا هذا التقرير الذي خلصت إليه اللجنة التي شكلها الدكتور أمين المحافظ السابق لتعز. للأمانة اللجنة كانت لجنة موقرة، لجنة ذات أداء عالي، لجنة فيها تخصصات ونزاهة في الأداء، لجنة مكونة من محاسبين وقانونيين وفنيين برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن مدير المالية، وهذا الرجل رائع للأمانة. فكنا نحن منتظرين هذا التقرير أن يرى النور، وكان حديث الأدراج كونه اليوم يخرج إلى النور فيما خلص إليه اجتماع البارحة مع الدكتور أحمد أنعم. هذا جميل وأتمنى أن يطبق على أرض الواقع، لأنه إذا كان أول بند أنه يذهب لفتح المستشفى لم يفتحه إلى الآن، لم يفتحه، فماذا نريد بعد ذلك؟ كيف ستطبق الباقي؟ إذن هذه الأسئلة ستبقى لي للمستقبل الإجابة عليها. أشكرك دكتور أسمهان علي محمد عضو نقابة المهن الفنية وهيئة مستشفى الثورة، وكذا الشكر الموصول لكل من كان معنا في هذه الحلقة دكتور أو الأستاذ وليد الحميري نائب رئيس هيئة مستشفى الثورة، وكذا الجريح محمد الفقيه وإبراهيم الفقيه مندوب جرحى لواء 22 ميكا، ولكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في نهاية المطاف حاولنا نقل هذه الأصوات من تعز لنقاش هذه المشكلة والعمل على حلها بما يليق بمدينة كتعز. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، والمعذرة على سوء الصوت من المصدر، في أمان الله.